على فوز عوايد وعلى فوز بسيام بالأشواط الرئيسية المفتوحة بقيادة وتوقيع الصارم محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. متابعينا مشاهدينا الكرام، أشواطنا ومنافسات هجني أصحاب السمو والشيوخ والسعادة مستمرة بمتعتها بإثارتها في هذا اليوم. يسرني أن أحيل الميكروفون لأخي بسام الشمري. شكرا أبو سعد، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اجدد لكم التحية مرة اخرى وارحب بكم اجمل ترحيب، وسعد الله مساكم بكل خير وبركة بانطلاقة تلو الاخرى على ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية، انطلاقة الشوط الثالث لفئة الجذاع البكار، ينطلق من مسافة 6 كيلومترات. الرحلة التي تضم هذه الشعارات الكبيرة والمؤسسات العملاقة الرائدة في هذا العالم الساحر، ننطلق مع هذه الأسماء والنوعيات الجميلة ونبدأ على بركة الله بعد المراكز ومن تتواجد مع المقدمة والصدارة. أول المراكز هنا الظبي لهجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المري يقدم اندفاعة الظبي على الصدارة وعلى مقدمة الشوط. انتقل مباشرة الى صاحبة المركز الثاني حيث تتواجد التماس بشعار هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يتابع التماس على المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنا تحفة بشعار هجن الشحانية وايضا البرنس متابعا مراقب لاحداث وهذه المنافسات المميزة باندفاعة تحفة على المركز الثالث برنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع تتقدم مسرة بشعار هجن الشحانية وايضا البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يتابع مسرة وايضا تحفة وايضا هنا التماس على المركز الثاني والثالث والرابع حاملتان لواء وشعار هجن الشحانية وبالمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل. نتابع المركز الخامس، تتقدم عسيلة لهجن ام الزبار ويتواجد الصارم محمد بن برقان بن مقارح، من انتزع ناموسي الشوط الرئيسي بهذه التحديات وبهذه الأمسية التراثية الجميلة، كما قدم لنا عوايد وقدم مسيان في أمسية تراثية جميلة. انطلق وتابع بها هذه الأسماء الكبيرة بمؤسسة هجن أم الزبار. يقدم عسيلة على المركز الخامس في هذا التحدي طامعا بالمزيد والمزيد من الانجازات. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، مستمعين الافاضل، للخمس المراكز الاولى، الخمس الاسماء التي انطلقت وجاءت في ندائنا الاول الذي اتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام، ولكني ارى اسماء مميزة حاضرة صالت وجالت في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، حاضرة في هذه المنافسات وقادمة من اجل الناموس والانتصار برفقة هذه المؤسسات العملاقة وخبراء التضمير الذي يتابعون هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة. نعود مع البداية ومع مقدمة هذا الشوط، نعود باندفاعة الظبي على المركز الاول وعلى الصدارة بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المري من يتابع هذه الاندفاعة التلقائية على مقدمة هذا الشوط باندفاعة الظبي في القيادة والريادة في هذا التحدي. المركز الثاني نتابع هنا التماس لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، يتابع يراقب الاوضاع بمشاركة التماس على المركز الثاني. بينما المركز الثالث تحفة ايضا بشعار هجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يتابع هذه الاصايل وهذه النوعيات الفريدة والجميلة. بينما المركز الرابع مسرة تتقدم بهذه اللحظات على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، يتابع هذه الاسماء ويراقب الاوضاع باندفاع ومشاركة هذه الأسماء التي تنطلق باحثة عن الناموس. أتابع المركز الخامس،
تتقدم بهذه اللحظات الخفيفة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. انضمت الخفيفة مشاهدي الكرام مستمعينا الافاضل الى مقدمة هذا الشوط وهذا التحدي، وانضمت الى دائرة النداء والاذاعة باول نداء اتممت على مسامعكم للخفيفة التي جاءت واحتلت المرتبة الخامسة في هذه اللحظات. هذه نتيجتنا مشاهدي الكرام، الخمس المراكز الاولى شعار هجن الشحانية يصيب يسيطر في هذه الاندفاع ويقدم ما لديه من هذه النوعيات الفريدة والجميلة وشوارده المميزة في تحدي مستمر وفي منافسات جميلة استعدادية للموسم بهذا التحدي الكبير. أتابع الأسماء وأتابع الشعارات وأستمتع بهذا الحضور الجميل بهذا المساء الجميل وبهذه الأمسية التراثية التي تابعنا بها المنافسات والتحديات الكبيرة مع هذه الشعارات المميزة. الظبي ما زالت على المقدمة، ما زالت تفرض السيطرة وتنطلق في القيادة والريادة باندفاعتها التلقائية على مقدمة هذا الشوط، حاملة شعار هجن الشحانية وشبل المضمرين، متابعا مراقبا للظبي جابر بن سالم بن فاران المري الذي يتابع هذه المنافسات والتحديات مع الضبي على المركز الاول. بينما المركز الثاني بدأت تتسلل تحفة من المركز الثالث الى المركز الثاني بشعار هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتواجد في هذه التحديات بمشاركة تحفة. بينما المركز الثالث تتقدم مسرة لهجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتابع هذه الاسماء وهذه التحديات الكبيرة. المركز الرابع التماس لهجن الشحانية ايضا بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل الذي يتابع تحفة ومسرة والتماس على المركز الثاني والثالث والرابع. المركز الخامس وصلت الخفيفة بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري يتابع الخفيفة يبدأ بالنداء ونختتم النداء مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي يتابع شعار هجن الشحانية مع هذه النوعيات المميزة. هنا اندفاعة الأسماء ومشاركة خبراء التضمير الذي يقدمون ما لديهم في سبيل النجاح والانتصار والناموس وشرف الفوز على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. اتحركت الأسماء، جاءت الشعارات، غادمون من أجل الناموس ومن أجل التحدي الكبير. ولكن الكيلو متر الأخير يا مضمرين، من يفصلنا عن ناموس الظبي بأدائها الكبير بجمالها ودلالها هنا في المقدمة؟ تنطلق مع الصدارة وتسيطر على زمام الأمور الظبي لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري الذي يقدم هذا الأداء الكبير وهذا العرض الجميل باندفاعة الظبي على المركز الأول. مسرة على المركز الثاني لهجن الشحانية لبرنس جار الله بن محمد بن عقيل يتواجد في مسار واندفاعة مسرة في هذا المسار الكبير. المركز الثالث تحفة لهجن الشحانية ايضا بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن الخفيفة غادمة وحاضرة باداء والاروع لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. والمركز الخامس التي تتسلل الى المركز الرابع هنا اريج لهجن ام الزبار بقيادة محمد بن برقاب بن مقارع، ولكن نعود مع الظبي مع البداية تتقدم وتنطلق في هذا الأداء الكبير بدون أوامر وبدون تحريكات. الظبي تتحرك في هذا الأداء الكبير، لله درك يا بن فران، ماذا تفعل مع الظبي الذي قدمت هذا الأداء الكبير والجميل؟ تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري على فوز الظبي في المركز الأول والخفيفة في المركز الثاني أيضا لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثالث أريج لهجن أم الزبار بقيادة الصار محمد بن برقاب بن مقارح. المركز الرابع ثنى لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري. والمركز الخامس
وصلت نجلة لهجن الشحنية مع عصام الفاران بن محمد بن قريح. هكذا مشاهدين الكرام مستمعينا الأفاضل كما تتابعون هذه المنافسات والتحديات الكبيرة، فكانت الظبي هي القائدة من البداية، فتوجت عند خط النهاية بهذا الناموس 9 دقائق 27 ثانية 30 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجر الشحانية وإلى شبل جابر بن سالم بفاران المري على فوز الظبي بهذا الناموس. المركز الثاني خفيفة 9 دقائق 29 ثانية 56 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لهجر الشحانية وإلى شبل جابر بن سالم بفاران المري من غاد الخفيفة حاصلة على المركز الثاني. المركز الثالث أريج جاءت بتوقيت الزمني وغدرة 9 دقائق 29 ثانية 78 جزءا من الثانية. تهاني والناموس لهجن أم الزبار وإلى الصارم محمد بن برقان بن مقارح على فوز أريج. في المركز الثالث تهانينا والناموس لجميع الفائزين. شوطنا القادم بصوت الزميل محمد بن عايض آل عتيبي. شكرا بسام الشمس.